مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم دوما بكل الخير. أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الخاص عبر شاشة الغد العربي من القاهرة، والذي نتشرف فيه بلقاء سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. أهلا بكم معالي الوزير. حياك الله يا أخي العزيز. معالي الوزير، يعني لا شك أن هذه هي الزيارة السادسة لجلالة الملك للقاهرة منذ العام 2013. هذا العدد من الزيارات خلال هذه الفترة الزمنية، من وجهة نظركم ماذا يؤشر إلى طبيعة العلاقات بين مصر والمملكة؟ والله يا أخي العزيز، أنا أولا أشكر لكم هذه الاستضافة. أنا في بلدي بين أهلي وإخواني لمصر معزة كبيرة لدى البحرين ملكا وحكومة وشعبا. جلالة الملك حفظه الله ورعاه حريص كل الحرص على التواصل مع أشقاء القادة العرب، وعلى رأسهم جمهورية مصر، والتقائه بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما في شك بأن مثل ما ذكرت 6 زيارات خلال فترة قصيرة جدا. كذلك مستوى التمثيل الرسمي للوفد المرافق لجلالة الملك، هذه جميعا تعطيك مؤشر بأن الزيارة جدا مهمة، البلد جدا عزيز، ما يحيط المنطقة اليوم من مخاطر يتطلب من الجميع التواصل، التنسيق، التعاون لما فيه خير هذه الأمة، خاصة عندما نتحدث عن الأمن القومي العربي المستهدف خلال السنوات السابقة. ولكن لله الحمد، بفضل قيادة هذه الدول، القيادة الحكيمة بالصبر بالحكمة، تم معالجة الكثير من الأمور. لله الحمد، الآن ننعم احنا بأمن واستقرار في دولنا المستهدفة بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة الحكيمة. معالي الوزير، يعني زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى للقاهرة، نعم، هي الزيارة الثالثة لزعيم عربي خليجي للقاهرة خلال، نعم، أسبوع. نعم. ترى ما هي انعكاسات ذلك على ترتيب الوضع العربي القائم؟ ما في شك بأن اليوم البحرين ضمن منظومة دول مجلس التعاون، نحن جميعا نعمل في إطار مجلس التعاون، وفي النهاية نعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ثم زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد، والآن زيارة جلالة الملك خلال فترة قصيرة، هذه تعطي انطباع ورسائل للجميع بأن نحن نعمل في إطار واحد. ما يمس مصر أو أي دولة من دول مجلس التعاون وفي النهاية يمس الجميع. التنسيق مطلوب. أستذكر في هذا الحديث في اللقاء الذي عقد أمس، أو القمة التي عقدت بين جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هناك حرص وتوجيه من جلالة الملك للوفد البحريني بأن نحن نوقع الكثير من الاتفاقيات ونعمل حريصين على هذا التعاون، ولكن وجه بضرورة المتابعة. الآن هناك حرص من القادة في المنطقة بأن التواصل يجب أن يستمر، وأن يكون هناك متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات. لذلك لما نذكر البحرين والسعودية والإمارات وكافة دول مجلس التعاون تعمل جاهدة للتواصل مع مصر، خاصة بعد فترة الأزمات اللي مرت فيها مصر الشقيقة، والآن نراها تتعافى ومستقرة وبأمن وأمان بفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة القيادة ووعي الشعب المصري كذلك. نعم. معالي الوزير، بعض المراقبين أو كثير في الواقع من المراقبين يرون أن هذه الزيارة تأتي فيما يمكن أن نطلق عليه سياق التحدي الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، وبيطرح تساؤلات في واقع الأمر عن مدى قدرة العرب في التعامل مع هذه التحديات الراهنة. في سياق هذه الزيارة، ما هي نتائج هذه الزيارة في هذا الإطار؟ والله يا أخي، أنا ذكرت قبل يومين في أثناء وصولي إلى جمهورية مصر بأن اليوم مصر قادرة، أو مصر لها الريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية. مصر إذا ذكرنا في العصر الحديث أو في التاريخ الحديث،
منذ حروب الاستنزاف ومن ثم تحرير الكويت إلى عاصفة الحزم إلى رعد الشمال إلى التحالف العربي الإسلامي ضد الإرهاب، هذه المشاركة وهذا التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون والدول المشاركة تعطي رسائل إلى المجتمع الدولي، تعطي رسائل إلى منابع الإرهاب، تعطي رسائل إلى كل من يحاول أن يستهدف منطقتنا أن هذه الدول في نهاية الأمر هي متحدة. التاريخ يثبت ذلك. التاريخ عندما نتحدث عن الأزمات اللي مرت فيها المنطقة، البحرين مواقفها مع مصر كما مواقف مصر مع البحرين مواقف مشرفة. لذلك الرسائل التي تصل اليوم للجميع سياسيا أمنيا اقتصاديا بأننا دولة واحدة، من يستهدف مصر يستهدف البحرين، ومن يستهدف البحرين يستهدف مصر، وكذلك الخليج العربي. مع الوزير، على ذكر استهداف دول المنطقة، لا يخفى عليك وعلى المتابعين أن هناك مشروع إيراني ما في المنطقة يريد أن يحقق أهداف محددة بالنسبة لهم. ما هي مطامع وتطلعات هذا المشروع الإيراني؟ والله يا أخي نحن نعاني من هذه التدخلات منذ فترة، التدخلات الخارجية. لدينا الكثير من الأدلة حول هذه التدخلات. حاولت بعض وسائل الإعلام تهوين هذه التدخلات، ولكن بعد الأحداث التي مررنا بها وبفضل من الله تعديناها، رأينا بأن عندما قام البرلمان البحريني وهو الممثل الشرعي للشعب البحريني على سبيل المثال بتسمية ما يدعو حزب الله كمنظمة إرهابية نرى قبل ثلاث سنوات، نراه اليوم جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الداخلية العرب، منظمة المؤتمر الإسلامي، كلها تدين هذه التدخلات. تدخلات مستمرة والتدخلات لم تقف عند حد. وإذا ذكرنا على سبيل المثال التدخلات الإعلامية، نراها في كإحصائية بمعدل من عام 2011 فقط إلى عام 2016 أو نهاية 2015، المعدل هناك ادعاء أو هناك تحريض أو هناك خبر إعلامي يحاول من خلاله الإعلام الموجه من الخارج بتقويض الأمن في البحرين. نحن نعاني الكثير، ولكن نثق بالله سبحانه ونثق بحكمة القيادة وبالشعب البحريني الواعي بأن تعدينا الكثير من هذه الأزمات ونحن قادرين على مواجهة الأكبر ثقة بالله سبحانه وتعالى. في هذا الإطار معالي الوزير، السؤال الذي يطرح نفسه، يعني السياسات العربية المقابلة أو التي تحاول أن تواجه هذا المشروع الإيراني الواضح، كيف تقيمونها؟ هل أنتم راضون عنها؟ عفوا على السؤال. السياسات العربية بشكل عام، السياسات العربية المشتركة تجاه هذا المشروع الإيراني، هل هي واضحة المعالم؟ هل هي يعني قادرة على مواجهة هذا المشروع؟ والله أنا أعتقد اليوم مثل ما ذكرت لك أن قبل ثلاث أربع سنوات كان هناك من يحاول يسوق بأن الأمر غير واضح، بس اليوم الإدانات اللي نشوفها من خلال منظمات إقليمية، منظمات عربية تدين هذه التدخلات. الآن هناك تنسيق واضح لمكافحة كل منابع الإرهاب. اليوم محاربة الإرهاب محاربة مشروع جدا كبير. نحن نحارب فكر تم استخدام وسائل الإعلام لتغذية هذا التطرف. لذلك تنسيق موجود بين جميع الدول العربية لمكافحة أو لمحاربة أي تدخل في الشؤون الداخلية. نحن لدينا مبدأ واضح، لا نتدخل في سياسة الدول الأخرى، لا نتدخل في الدول الأخرى. لذلك كل ما نتمناه أن يكف الغير شره عنا ولا يتدخل في شؤوننا، ونحن بفضل من الله سبحانه وتعالى قادرين بفضل تعاون أخواننا في مجلس التعاون والدول العربية على تعدي مثل هذه المراحل. إذا كان هذه يعني شكل الوحدة بين الدول العربية في مواجهة هذا المشروع، تعلم سيادتك أن هناك أطراف دولية تلعب في المنطقة ولها علاقات مع إيران. هذا الدور كيف ترصده مملكة البحرين ودول الخليج بشكل عام؟ يعني هناك أحيانا نسمع عن انتقاد لإيران، لكن في الخفاء هناك تعاون بشكل أو بآخر. والله نحن لا نتدخل في السياسة الخارجية لأي دولة، ولكن
تم استخدام الإعلام خلال السنوات السابقة في محاولة لتهميش الدور العربي. لذلك نحن نقول بأن الدول العربية وهناك مواقف مشرفة يعني خلال السنوات اللي مضت في الأزمات اللي مرت فيها جميع الدول العربية، هناك مواقف واضحة من الدول العربية تجاه بعض. الدول العربية هناك من حاول أن يهمش حتى دور جامعة الدول العربية، هناك من يحاول أن يستصغر دور الإعلام العربي في مسألة التنوير. احنا نقول لدينا تاريخ، لدينا حضارة يجب أن نفخر بها، لدينا هوية عربية يجب أن نحافظ عليها. كل من يحاول أن يتعدى أو يحاول تهميش أو استصغار هذه الحضارة وهذا التاريخ فنحن له يعني بالمرصاد. لدينا جميع العوامل التي من خلالها نستطيع أن تكون دولنا في أفضل حال. لدينا كثير من الإرث التاريخي الذي يجب أن نفخر به ونعمل على استمراره. مع الوزير يعني في أكثر من مرة خلال إجاباتك على سؤالات الأسئلة الماضية تؤكد على مسألة الإعلام، وكأن الإعلام ربما يكون رأس حربة في هذه المواجهة. صحيح، اليوم الحروب التقليدية لو شفت دائما كانت الحروب الإعلامية تبدأ. اليوم الحروب الإعلامية لها الدور الأكبر، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام التقليدي أو الغير التقليدي أصبح لها تأثير كبير. أعتقد أنتم كإعلاميين ترون التطور اللي يحدث خلال أو اللي حدث خلال الأربع خمس سنوات. هناك من يسميه فوضى، هناك من يسميه هي فترة وراح يتم تنظيم العملية. حدث طرأ علينا يجب أن نتعامل معه، ولكن لا أحد ينكر بأن الإعلام هو القوة المؤثرة التي يجب أن نتعامل معها بمسؤولية. الأمر أصبح الآن ليس مجرد عملية تجارة أو بزنس نتربح من وراها على حساب مبادئ، على حساب دولنا وعلى حساب وطنيتنا. هناك من يستخدمها لأجندات شخصية، هناك من يستخدمها لأجندات خارجية، هناك من يستخدم وهو لا يعرف أنه مستخدم. نعم، اسمح لي معالي الوزير يعني أن نكمل ونسلط الضوء على الإعلام العربي، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة هذا اللقاء الخاص. من جديد أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص مع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين. أهلا بكم معالي الوزير مرة أخرى. حياك الله، يا مرحبا. قبل الفاصل معالي الوزير كنا نتحدث عن الإعلام ودوره في هذه المنظومة التي تدور حولنا هذه الأيام. نعم. أذا بك مباشرة عن الخطاب العربي الإعلامي، العربي هنا تحديدا. نعم. كيف ترون هذا الخطاب؟ والله حقيقة أمس وقعنا اتفاقية مع الأخوة في هيئة الاستعلامات، هذا على سبيل المثال. هناك هنا في مصر. في مصر، نعم. لذلك هناك في محاولة لتبادل المعلومات، التدريب. نحن في البحرين وفي مصر مررنا بنفس التجربة. هناك هجمة إعلامية شرسة حاولت شق الوحدة الوطنية، حاولت بقدر ما استطاعت أن تجر المنطقة لحروب أو لأزمات قد تكون طائفية أو دينية. قد تكون هذه القوى الخارجية نجحت في دول، ولكن لله الحمد وقفت وتوقفت عند هذه الدول بفضل الحكمة وبفضل الصبر. الخطاب الإعلامي يجب أن يوحد بحكم ما يربط هذه الدول من علاقات وهدف واحد. نحن نهدف في نهاية الأمر لاستقرار والازدهار دولنا، بحيث نرى كل ما يعود على هذه المنطقة يكون مردودة حتى على المواطن البسيط في جميع المجالات. لذلك الخطاب الإعلامي هو القطاع أو الجهة التي لها تأثير على الجميع. يعني الإعلام اليوم تأثيره على الاقتصاد جدا كبير. عملية تسويق كثير من المشاريع في الخارج ومجابهة
ما يسوق عنا من من من, من معلومات مغلوطة. يجب أن تتوحد الجهود، يجب أن يكون لدينا خطاب إعلامي موحد للداخل وللخارج. نحن في نهاية الأمر نلتقي، لا توجد لدينا على مر التاريخ أي تباين في وجهات النظر، بما أننا نحن متفقون، لذلك يجب أن نعمل على توحيد هذا الخطاب. أعتقد معالي الوزير هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، نعم، نحن أحوج ما نكون إلى هذا يعني التوحد. لكن السؤال يعني هل يعني هناك أفاق تعاون إعلامي عربي واضحة أمامكم كمسؤولين على الإعلام في العالم العربي؟ نعم. هناك مشروعات محددة يمكن تنفيذها على أرض الواقع؟ والله الشهر القادم هناك اجتماع لوزراء الإعلام العرب هنا في مصر، وستترأس البحرين الدورة القادمة، وأنا الآن على اتصال مع الأخوة وزراء الإعلام والمسؤولين عن القطاع الإعلامي في الدول العربية، نحاول لتقديم بعض المقترحات التي نستطيع من خلالها تنفيذ بعض الخطوات على أرض الواقع. الآن نحن تعدينا مرحلة الكلام الإنشائي ومرحلة التمنيات، اليوم العالم لا ينتظرنا، اليوم ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة، فالمواطن البسيط اليوم أصبح بنفسه مؤسسة إعلامية، لديه الصورة ولديه الصوت ولديه الكلمة. لذلك الإعلام الرسمي يجب أن يعمل لخدمة قضاياه بشكل أفضل وأسرع، ويجب أن يكون هناك مشاريع واضحة تعود بالنفع في النهاية على دولنا. هل هناك يعني أجندة محددة، موضوعات ستطرحونها على مائدة النقاش خلال هذا الاجتماع؟ والله يا أخي العزيز، اليوم الإعلام العربي، أنا أعطيك إحصائيات وأرقام، لغة الأرقام أكثر فصاحة. هناك حتى تاريخ اليوم أكثر من 1294 فضائية تتحدث العربية. نعم. فقط منها 25% شاملة، وهناك الاتجاه للقنوات الخاصة، 13% من القنوات الخاصة رياضية، في حين أن الاقتصادية لا تتعدى 2%، والسياحية كذلك، في حين أن تاريخنا وتوثيقه لا يتعدى 1%. فهذه الأرقام تعطيك انطباع بأن الإعلام العربي يجب أن يقيم خدمة لقضايانا، خدمة لاقتصادنا، خدمة لثقافتنا، خدمة لمجتمعاتنا. لا يمكن أن تكون نسبة الانترتينمنت وصلت إلى هذه المرحلة التي تتجاوز حتى 80%. هناك علامات استفهام كثيرة، يعني أحد الأسئلة المطروحة الآن، كثير من القنوات، أنا أتحدث عن أكثر من 70% من القنوات الفضائية الموجودة الآن غير ربحية. من وراء هذه القنوات؟ ما الهدف من استحداث هذه القنوات؟ ما الحاجة لهذه القنوات؟ كلها أسئلة مطروحة يجب أن تطرح على الطاولة وأمام المسؤولين عن الإعلام في الوطن العربي. نحن لا نحاول في أي لحظة أن نقيد حريات، ولكن نحاول أن نعطي شيء من التوجيه، شيء من النصائح، نحاول تقنين العملية خدمة لمجتمعاتنا، خدمة لثقافتنا، خدمة لتاريخنا، لحضارتنا. لا يمكن أن يترك الموضوع بدون إعلام مسؤول. لذلك نحن لدينا كثير من المشاريع التي سوف نقوم بتقديمها. أنا على المستوى الشخصي الآن بدأت اتصالاتي مع الأخوة الوزراء الإعلام العرب، ولا أستبعد أن هناك بعض المشاريع يمكن أن نطبقها من خلال اتفاقيات ثنائية، ومن ثم إذا لدينا حصلنا على قصص نجاح بهذا الموضوع ممكن أن تطبق على دول أخرى لحد ما نوصل إلى اتفاق يجمع جميع الدول. لا يمنع ذلك. هل يمكن تحقيق ذلك في هذا العالم من السماوات المفتوحة أن تكون هناك اتفاقيات تلزم دول في هذا العصر؟ لا، أنا لا أتحدث عن إلزام ولا أتحدث عن تشريعات، لا، أنا أتحدث بأن يجب أن يكون هناك شيء من الوعي، اللقاءات المفتوحة. نحن لا نلزم أحد بأن يلتزم بمبادئ معينة. نعرف بأن هناك، أنا ممكن تقنعني إذا كانت القنوات الفضائية مربحة، فأنا أقول التجارة طغت على كثير من المبادئ، للأسف ممكن، لكن عندما أرى قنوات غير ربحية ممكن أعرف أن هناك أهداف سياسية وأجندات خارجية تستهدف، وهناك يعني أحزاب سياسية وراء هذه القنوات. لكن يجب أن يكون هناك إحساس مسؤولية اجتماعية
مسؤولية وطنية تحتم علينا أن نحاول أن نبحث في هذا الأمر في محاولة يعني قد نجد فيها صعوبة ولكن قد ننجح ولو جزء بسيط، نكون قد أدينا واجبنا تجاه مجتمعاتنا. وهل وجدتم معالي الوزير من خلال اتصالاتكم تجاوبا مع الأطراف الأخرى التي تواصلتم معها؟ والله أنا أعطيك على سبيل المثال، أمس التقيت مجموعة من الأخوة الإعلاميين، ومن المفترض أني كنت أرى أنهم قد يختلفون معي في وجهة النظر، لكن اللي شاهدته بأن الجميع يشاركني نفس الهم بأن العملية الآن أصبحت فوضى. الجميع يتحدث من هذا المنطلق، ولكن الجميع متخوف عن الحديث في هذا الأمر، لأن هناك من يعتقد بأن أنت تحاول تقيد حريتي. لا أبدا، نحن لا نحاول ولن نحاول تقييد الحريات. اليوم من يستخدم كلمة قمع الحريات لا يمكن تصديقه. يعني اليوم أنت وأنت في البيت ممكن تفتح لك استوديو وتبث على اليوتيوب وتبث على جميع القنوات. عدد المشاهدين اليوم على السوشيال ميديا أصبح أكبر من القنوات التقليدية. لذلك أنت اليوم في الإعلام التقليدي ما تملكه هو المصداقية. المحاولة المنافسة لا تأتي إلا من خلال المصداقية. فأنتم كأجهزة حكومية في حديثي مع الأخوة المسؤولين عن الإعلام الرسمي تملكون وكالات الأنباء الرسمية، تملكون القنوات الرسمية. لذلك الخبر لما يكون يبث عبر الأثير عبر أي قناة خاصة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي دائما يبحث عن المصدر، وترى نسبة كبيرة من الأخبار غير صحيحة، مجهلة المصدر. نعم، لذلك مصدر القوة الآن في الإعلام الرسمي بأنه يتريث في إصدار أي خبر، لأن الخبر لما يطلع من أي جهة رسمية تكون له تبعات كبيرة يعني. نعم. طيب معالي الوزير، ما هو التحدي الأبرز من وجهة نظرك في هذا التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام العربي؟ أنا أشوف أن الآن يجب أن نعمل على تعزيز هويتنا العربية. السوشيال ميديا يمكن احنا نشوفها كفوضى أو مثل ما الآخرين يشوفونها، لكن هناك بدأت تخترق كثير من المبادئ والقيم الإنسانية. السوشيال ميديا الآن نجحت في تغريب المجتمعات العربية، لذلك المسؤولية أصبحت أكبر الآن أو التحدي الأكبر هو أنك أنت تعمل لتعزيز هويتنا. لدينا كثير من الإرث والحضارة التي يجب أن نفخر بها. الأجيال الحالية الآن لا تعلم شيئا عن هويتها، لا تعلم شيئا عن حضارتها. نعم. إذن الهوية مع الوزير هي التحدي الأكبر أمامنا. نعم. مع الوزير، اسمح لي أن أعود بك مرة أخرى إلى العلاقات العربية الإيرانية، ولابد هنا في الواقع حين نتحدث عن مملكة البحرين لها خصوصية في هذه العلاقة. نعم. كيف ترون حاضر ومستقبل هذه العلاقات العربية الإيرانية بشكل عام؟ والله نحن نحترم، لدينا احترام الجار أمر جدا مهم، نستمد هذا من رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام. كل ما نطلبه من الآخر هو احترام الجيرة لا أكثر ولا أقل. أما من يعني يحاول أن يقول بأن هناك حسن نوايا فيجب أن نراها على أرض الواقع، لا يمكن أن يكون هناك تصريح إيجابي ومن ثم يخرج علينا 30 أو 40 تصريح سلبي. لدينا تجربة سيئة في هذا الأمر، لدينا تجارب كثيرة، ما زالت بعض القنوات تحاول لتقويض الأمن في البحرين. نحن بلد سلام في التاريخ الحديث والتاريخ القديم، لا يوجد إلا بوادر سلام من البحرين، لم نكن في يوم من الأيام معتدين على الآخر. نحن مستمرون على هذا الوضع، هناك مبادئ نحترمها خاصة في سياستنا الخارجية، لا نتدخل في الشؤون الخارجية أو الدول، نتمنى من الآخر احترام الجيرة لا أكثر ولا أقل. معالي الوزير، ما هو تقييمكم للأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين في ظل أزمة اقتصادية عالمية يشهد العالم وتشهدها منطقة الخليج بشكل خاص؟ كما ذكرت أخي، الأزمة الاقتصادية عالمية، هناك إجراءات يجب أن تتخذ لمواجهة هذه الأزمة. لدينا مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يعمل جاهدا الآن لوضع الكثير من الدراسات والحلول لمجابهة
هذا الوضع، انخفاض سعر النفط ترك أثر سلبي على كثير من المشاريع المستقبلية، ولكن كلنا ثقة بالله ثم بالأخوة القائمين على الاقتصاد بالبحرين بأنهم يقدمون الكثير من الحلول، خاصة لما يسمى الآن مرحلة ما بعد النفط. وفي هذا الصدد نحن كما قلت جزء من منظومة دول المستعاون، دول مجلس التعاون الآن كلها تعمل جاهدة، وكما سمعت قبل يومين هناك الاستراتيجية أو الرؤية الاقتصادية التي خرجت من المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، وفي هذه المناسبة نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هذه الرؤية. سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، شكرا جزيلا أن كنت ضيفا عزيزا علينا عبر شاشة الغد العربي. شكرا لك. شكرا جزيلا. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدي الكرام لهذه المتابعة لهذا اللقاء الخاص. ابقوا دوما في أمان الله.